بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الانطلاق نرحب بكم بشوطنا الثالث عشر في مجموع أشواط الفترة الصباحية في يوم السبت الرابع عشر من شهر نوفمبر، أو الخامس عشر عفوا من شهر نوفمبر، في آخر أيام هذه المرحلة وهذا المحلي الخامس في تحديات سباقات اللجنة العربية الأصيلة. شوط الحول ينطلق ومركز الأول ومقدمة الشوط وهذه المركز الأول وهذه مقدمة الشوط. مقدمة الشوط مزول لفهد بن غصين بن عبد الله بن غصين العرجاني في مقدمة هذا الشوط المركز الثاني. المركز الثاني اللي وصلت في هذه اللحظات وهذه من وصلت وتقدمت على مركز متقدم شعار كبير، وهذه هي الشحانية حمد المسفر بن ناصر الشهواني، وفي المركز الثالث. المركز الثالث ناخذ شوفوا امامكم على الشاشة، وهذه شقرة فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي اللي قام شعار كبير، شعار تاريخي، شعار بن حصين مرحبا بك يا بن حصين في سن الحول. هذا من احد المضمرين الذي لهم باع طويل في التضمير. يا سلام، المركز الرابع كسابة قادمة، كسابة ومن تريد ان تكسب الفوز والناموس سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي. ناخذ المركز الخامس. المركز الخامس او مركز الخامس عفوا، هذه مزنة لمحمد بن علي بن احمد بن علي المعاضيد. ايها الحفل الكريم، نعود بكم الى مقدمة الشوط، ومن خلال هذا التقدم وخلال هذا مسيرة الشوط لا ننسى ايضا ان نذكر بصاحبة افضل توقيت وهي اليرموك، صاحبة الشوط الرئيسي الخاص بسن الحول، من افتتحت الاشواط الصباحية في هذا اليوم. هذه امامكم اليرموك، شكرا للمخرج على هذا الابداع والتواصل دائما. 9 دقائق 33 ثانية 86 جزءا من الثانية هو توقيت يرموك، اليرموك لعبد الهادي بن خليفة منصور الشهواني، لم يتسجل توقيتها إلى هذا الشوط. نعود بكم دائما، ولا ننسى أيضا صاحب الشوط الرئيسي مدهش، من أدهشنا في الصباح هذا اليوم مع سن الزمول الرئيسي، والرئيسي الزمول مع غانم بن منصور السيف الخيارين. إذن مشاهدين الكرام، نعود إلى الشحانية، ونحن من ميدان الشحانية على قناة الريان على الهواء بثا مباشر، نعلق ونعلق مع الشحانية وشعار كبير حمد بن مسفر بن ناصر الشهواني. المركز الثاني يا مشاهدين الأعزاء، هذه وصلت مزون او شقرة اشقر على اشقر يا بصين فهد بن حصين بن فهد النعيمي قادم على المركز الثاني. الله يا سلام، المركز الثالث، المركز الثالث، هذه كسابة سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي، ايضا شعار كبير، شعار سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي، نحييه من هنا على الهواء مباشرة ونقدم له التحية والاحترام. هذا الشعار. المركز الرابع، المركز الرابع، نتأخر قليل وناخذ المركز الرابع. مزنا على المركز الرابع، محمد بن علي بن أحمد العلي المعاضيد، المضمر علي بن ناصر النعيمي مضمرا مع هجن هذا الشعار. المركز الخامس، شعار المحترف، شعار المحترف، وشعار فهد بن سيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين، أيضا نحيي هذا الشعار على قناة الريان. الله، هذه الخرسة قادمين، قادمين يا أخواننا. أعود إلى الشحانية، الشحانية يا سلام، اسم جميل، اسم نبغيه يفوز يا أخواننا، مسمى على ميدان الشحانية ومسمى على منطقة الشحانية هنا في دولة قطر. يا سلام، اسم ميدان التحدي، اسم كبير، اسم ياما ياما رحب بالجميع. يا الله الله، شحانية على حمد بن مسفر بن ناصر الشهواني. الله، المركز الثاني، المركز الثاني، كسابة،
السابع على المركز الثاني اللي سللت الى المركز الثاني، وبنقول لكم خطيرك السابع. بنقول لكم خطيره يا مشاهدينا الاعزاء. في هذه اللحظات كسابة سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي وفي المركز الثالث. الله الله يا سلام، هذه اللي قادمه وهذه الخطيره وهذه شقره شقره على المركز الثالث. الله، فهد بن حصين بن فهد النعيمي، يا سلام يا سلام، اسم عانق السيوف، اسم خطف الرموز، فهد بن حصين تاريخي هذا الشيء، الاسم تاريخي يا اخواننا. المركز الرابع، المركز الرابع ايضا اسم، ايضا اسم، ايضا نافس في الرموز، اسم ايضا متعود على المنصات، يا سلام، فهد بن سيف، محمد بن محمد ال سعيد الخياري، هذا قادم ممثل الخرسعة، وهذه الفائزة. لكن شوفوا يا اخواننا اللي تدخلت في هذه اللحظات بدورها واللي بتكون خطيرة يا اخواننا. الله، هذه الدوحة، هذه الدوحة، الله 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 الله، دوحة قادمة، جابر بن علي بن حمد القريصي، يا سلام، أظن شعار جزيل يا اخواننا، شعار جزيل، يا سلام. أعود إلى مقدمة الشوط، الشحانية يا أهل الشحانية، وعلقنا في صباح هذا اليوم على هذا الشعار، وسبق وأن أخذ نقطة مع مزنة صاحبة الشوط التاسع، ولكن الشحانية يا الله، كيلومتر واحد يا اخواننا، وقول الثلاث اللي بهنزان اللقى يوم وصلت عند كيلو الامتحان، ولعت ما بينه النار اللضا. الله، سعود بن عبد الله النعيمي، فهد بن حصين النعيمي، هذا فحمد بن مسفر بن ناصر الشهواني، الى اين تتجه السلامات؟ الى اين يتجه الناموس؟ مع الثلاث الحول الكبار، مع الثلاث الذلل الكبار، الكل يركز يا اخواننا، الكل يركز في هذا الشوط، الكل يبحث عن الفوز، الكل يبحث عن الانجاز، نقطة في ميدان الشحانية كبيرة عظيمة، تستحق الفوز، تستحق هنا المصارعة، تستحق المثابرة. الله الله الله، يا سلام، شقرة يا شقرة، واشقر على اشقر، فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي. الله، دير بالك دير بالك دير بالك، والله الخطر، الخطر على المركز الثاني. الله، الشحانية الشحانية وشقرة، شقرة والشحانية، الشحانية وشقرة، حمد بن مسلم بن ناصر الشهواني للمرة الثانية، للمرة الثانية فاز الشهواني، شعار العنابي كبير، شعار شحاني أصيل، شعار يعرفه الكل، فاز بهذا الشوط حمد بن مسلم بن ناصر الشهواني الهاجري اللي فاز بهذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني فهد بن حصير الرمزاني النعيمي، المركز الثالث سعود بن عبد الله النعيمي، المركز إذن في هذه اللحظات المركز الثالث، هذه كسابة سعود بن عبد الله النعيمي، المركز الرابع العفريت فالح بن عبد الله بن جبر الهادي، المركز الخامس وصلت الفائزة لفهد بن سيف بن محمد ال سعيد الخياري. إذن في هذه اللحظات من قناة الريان على الهواء مباشرة نتقدم بالتهاني والناموس لحمد بن مسفر بن ناصر الشهواني، ومن هنا نزف له التهاني في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، هناك يتابعنا على شاشة قناة الريان. هذه من وصلت، هذه الشحانية لحمد بن مسلم بن ناصر الشهواني، لحظة الفوز، لحظة الناموس. التوقيت الزمني 9 دقائق و 49 ثانية، 49 جزء من الثانية هو توقيتها المركز الثاني اللي وصلت على المركز الثاني، هذه شقرة لفهد بن حصين الرمزاني نعيم، 9 دقائق 51 ثانية، 51 جزء من الثانية. المركز الثالث من وصلت بها مزنة سعود بن عبد الله النعيمي، او كساب سعود بن عبد الله النعيمي، وتوقيتها الزمني لحظه الوصول 9 دقائق 56 ثانيه 32 جزءا من الثانيه.